لعلكم فضيلة الشيخ تتحدثون عن فضل الزواج المبكر بالنسبة للفتيات والفتيان وما يترتب عليه من الأجر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب على الزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجع. الزواج المبكر هذا يحصل به مصالح، أعظمها إحصان الفرج وغض البصر، وهذان مطلبان عظيمان، كذلك إنجاب الذرية، وهذا وكذلك تضامن بين الزوجين، كل منهما يقوم بمصالح الآخر، يحصل التعاون بين الزوجين، كذلك قيام الزوج على زوجته بالكفالة والرعاية والحفظ، كل هذه مطالب عظيمة يبادر إليها مهما أمكن ذلك. نعم.